نسمع إذن عذب الحديث وحسنه، لغة القلوب دواء نفس تألم. فاسمع إذن عذب الحديث وحسنه، لغة القلوب دواء نفس تألم. ودواء روحك في التماس هداية تأتي إليك من السماء فترحم. قلبي يحن إلى جنان تزهر وردا وعطرا سابحا يتنسم. اسمع لخير نصيحة من عالم يرجو سرورا ترتضيه وتنعم. فاسمع إذن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم لا تجعل فيه لأحد غيرك أبدا شيئا. اللهم لا تجعل في عملنا أي شيء لأي أحد، اجعله كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عافنا ولا تبتلينا، عافنا ولا تبتلينا، عافنا ولا تبتلينا، آمين. ألم أقل لكم إني أحبكم في الله؟ وآخر درس الأربع قبل الماضي قلت لكم ان انا بحبكم اكتر منكم، لاني جيتكم وكنت تعبان، يعني في الحمد لله انا زي الفل. الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين. بس جيتكم وكنت يعني ايه مشطب مخلص، لكن جيت برضو قلت لو واحد منكم بقى كان في نص اللافية ما كانش جاه، لكن انا جيت عشان انا بحبكم اكتر. وتعالوا الحديث النهاردة، يا نهار ابيض اقول ولا كفاية كده الليلة دي؟ طب صلي على سيدنا النبي. الحديث ده رقم كام يا عبد العويس؟ فين عبد العويس؟ 8 7 7 8 الحديث الثامن من الأربعين الربانية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجرة، فين الجرة؟ هات الجرة. قلت يا رسول الله: الوضوء من جر جديد أحب إلي؟ قلت يا رسول الله: الوضوء من جر جديد مخمر أحب إليك أم من المطاهر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، بل من المطاهر، إن دين الله يسر، الحنيفية السمحة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث إلى المطاهر فيؤتى بالماء فيشربه يرجو بركة أيدي المسلمين. الله، عايزين نسمع الحديث ده تاني. طب صلى على سيدك النبي، زيد النبي صلى. وعايز اقول ايه، قلت لكم لما تسمع ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نصح حد من اللي بيحبهم، اشبط في النصيحة دي بايديك واسنانك. لما تلاقيه نصح سيدنا ابو بكر، نصح السيدة عائشة، نصح انس، نصح اسامة بن زيد حبايبه، فانه يصفي لهم النصيحة. سيدنا علي بن ابي طالب، السيدة فاطمة حبيبته، وحطيت الاصل الاولاني ده، حط الاصل الثاني بقى في فهم الدين. لما تسمع حديث عن سيدنا عبد الله بن عمر او فعل او عمل، اشبط فيه بايديك واسنانك، لانه كان اشد الصحابة تأسيا بالنبي. سيدنا عبد الله بن عمر نموذج، مثال لشدة التأسي بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كان لو هو رايح حج بيقولك إذا رأيت ابن عمر وهو في الطريق للحج تقول مجنون، فإنه يتحرك يمر بدبته ثم يجلس كأنه يؤدي يقضي حاجته، ولم يقضي حاجته، يقول رأيت رسول الله فعل هذا. فعشان كده أنا لما شفت الحديث ده بتاع سيدنا عبد الله بن عمر شبطت فيه. اسمع بقى كده تاني، ده مين؟ سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ايه؟ يا ده انت اللي كل يوم تشيب انت، يا صحصح معايا، صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قلت، مين اللي بيقول؟ عبد الله بن عمر، يا رسول الله، الوضوء من جر جديد. يجيب لك جرة، شفتوا الجرة؟ يا انا جايب لك تركن عليها. هي دي مش الجرة. انا كان نفسي الرجل ده يجيب جرة، بس هو مش نافع، اعمل له ايه؟ احمد عبد الصمد ربنا يهديه ويتوب عليه، بس هي الظاهر الامور انقرضت. صحيح، انا بعدته الحتة في سمنود اسمها الفواخرية، قد الناس بتوع الفخار، فقال لي ما خلاص بقى الحاجات دي ما عادش فيه، أنا عهدي بالحاجات دي قديم. الجرة هي كانت أكبر من كده، وبتبقى نازلة كده لحد هنا، لا نازلة يعني الزور ده طويل طويل ونازل لحد الوسط، وهينازل بعد الوسط تاني كده ملموم. فين؟ عن سيدة عائشة. خلاص هروح أنا السيدة عائشة أجيبها خلاص.
وصلني هو كده. صلي على رسول صلي. فهي ايه بتبقى من فوق بوزها زي كده وبعدين نزل على واسع وعن وسط واسع وعن الوسط ده ينزل مسحوب لحد تحت كده تاني. وصلت الصورة؟ ده الجر. فبيقولوا لسيدنا النبي صلى عليه نجيب لك جرة جديدة مخصوصة بتاعت سيدنا النبي، نملها لك مية نظيفة مخصوصة من البير تتوضى بيها، ولا تتوضى من مطاهر المسلمين؟ مطاهر المسلمين دي المطهرة بقى كانت قلت له هات لي، عارفين الإجانة؟ مش عارفين الإجانة؟ صغيرين انتوا معلش. الإجانة عبارة عن حاجة واسعة كده جدا كده، ها، ونازلة زي الطشت بس ايه مدورة، بتاع العجين اسم المجور بتاع العجين، هي دي اسم الإجانة، اسمها الإجانة او اسمها مطاهر مطهرة. كانت بتوضع دي على باب المسجد، 1 2 3 4 5 6 وضوء على باب المسجد، كل اللي داخل قبل ما يدخل المسجد يعمل ايه؟ يتوضى، بس بيتوضى ما فيش كوز، بيعمل ايه؟ بياخد بايده ويتوضى، ياخد بايده ويتوضى، ياخد بايده ويحط على رجله كده قدام الجامع. فبيقولوا لسيدنا النبي صلى عليه عليه صلى الله عليه وسلم نحب نجيب لك جره مخصوص بتاعتك ونملها لك ميه مخصوص بتاعتك. ما بيتحركوا بقى، ما انت مش عارف الايد اللي اتحطت دي ايد ايه. فقال ابغوني ماء من مطاهر المسلمين التمس بركة ايديهم. يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انت تلتمس بركة ايديهم؟ لا اله الا الله. قال فان احب الدين الى الله الحنيفية السمحة. خليك سمح، ما تعقدهاش، ما تنشفهاش، ما تزمتهاش، ما تزنقهاش. وانا بخاف اقول الكلام ده لان انا قلت قبل كده اللي بيقولوا كده بيفرطوا في الدين. انا من ناحية ما تزنقهاش، ما تزمتهاش، ما تشددهاش، يعني خليك ورا سيدنا النبي، ما تزودش عليه. واحد صاحبنا اتجوز جديد يقول انا صراحة ما بخرجش مراتي من البيت. ليه؟ لك انا مش شايف ان الحجاب ده كفاية، شايف ان هو برضو النقاب والحجاب والحاجات دي ممكن تجسم والناس بيبصوا الهوى يعني انت اغير من ربنا؟ انت اغير من سيدنا النبي؟ لما خرجت سودة وكانت جسيمة سيدنا عمر قال لا يا سودة انك لا تخفين علينا، لا برضو بين ان انت سودة، معروف ان انت سودة. فشكت الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها ان الله قد اذن لكن ان تخرجن في حاجتكن وان عرفت، ما قالش وان، قال ان الله قد اذن لكن ان تخرجن في حاجتكن، يعني قال حتى لو عرفوكي برضو خروجي. يبقى انا ما انفعش ان انا ابقى اغير من سيدنا النبي صح كده صلى الله عليه وسلم، ولا ابقى اغير من ربنا، ولا اشدد اكتر من الشرع. عشان كده لما اقول لك على حاجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقوليش متشدد. قال لا، وانا بقول لك اللي بيقول بقى اللي عايز ما يتشددش يجيب لي كان قال رسول الله. قلت لهم في الحج كده وما رجعت من الحج السنة دي، كانت اول وصية لولادي، انا طلعت بايه من الحج السنة دي؟ واظن في الدرس ده قلت تشددوا، لان سيأتي على الناس يوم يحجون فيه غير حجة سيدنا النبي. قلت انا شفت الناس بيباتوا يوم 8 في عرفة، رغم ان يوم 8 مفروض يباتوا فين؟ في منى، لا بيباتوا في عرفة. ينفع كده؟ يبقى كده بنعمل حج جديد، ما بيباتوش بقى في مزدلفة، ينزلوا على مكة. الله، ده كده مش ده الحج، الحج الحج النبي. لما انا اجي بقى اتشدد اقول المبيت في منى سنة،
والمبيت في مزدلفة واجب من واجبات الحج. ده فعل سيدنا النبي، ما حدش يقول متشدد بقى، ده فعله. الشاهد ايه؟ سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم لما يقولوا له تحب تتوضى من جر جديد ام من مطاهر المسلمين؟ ده اللي انا بقوله للاخوة بتوعنا اللي انا بحبهم في الله. يا اخي لما تبقى في وسط المسلمين خليك زيك زي المسلمين، بلاش تعمل لنفسك منظر تبقى انت ابن الباشا. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، وقال انني ايه؟ من المسلمين، يعني واحد من المسلمين، واحد من الناس. ما عودش بقى ايه؟ قلت له ايه؟ تعمل الشال الاحمر وتعمل كده والشال الابيض وتعمل كده ومش عارف البتاعة بتاع الجلابية معمولة ايه والزرار شكله ايه وبتاع. هي نفسك مش ناقصة، نفسك مش ناقصة كبر، نفسك مش ناقصة غرور، نفسك مش ناقصة عجب. لابس لي طاقية خضرة ليه يا عم ناصر؟ البس طاقية زي طواقي المسلمين، والبس جلابية زي جلاليب المسلمين، وامشي في وسط المسلمين واحد من المسلمين زيك زيهم. هي دي. قالوا نجيب لك جرة جديدة ولا تتوضى زيك زي المسلمين؟ قال زي المسلمين، هاتولي من مية المسلمين. إن أحب الدين، إن دين الله يسر، الحنيفية السمحة. خليك سمح، ما تبقاش معقد نفسيا. جاني واحد بيقول عندي وسوسة في الوضوء. ليه وسوسة في الطهارة؟ ليه وسوسة ليه؟ لما العلماء اتكلموا قالوا الوسوسة داء يعرض للفراغ. داء يعرض للايه؟ يعني ايه للفراغ يا عم فتحي؟ للعالم الفاضية. هو انا فاضي عشان الشيطان يوسوس لي؟ هو دماغي مليانة، ده انا وسوس له. هي دي اللي دماغه فاضية الشيطان يلعب له فيها، لكن اللي دماغه مليانة ما ينفعش، المسؤول لا يشغل زي ما الواد قال. فالشاهد ايه؟ ان القضية في ان اللي عنده وسوسة في الطهارة، يا ابني احنا مش فاضيين، اغسل ايديك وتمضمض وتستنشق واغسل وشك واجري اجري. قال ايه؟ كنت استر شيخي عند وضوئه لكي لا يقال لا يحسن الوضوء. يقول يعني الشيخ بيتوضى بنقطتين ميه، انا عايزك تحط حله وانت بتتوضى تحت الحنفيه بتاع الحوض وشوف بتتوضى بقد ايه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع. المد اللي هو كده تمد ايديك الاثنين وتملاهم ميه، هو ده اللي يكفيك في الوضوء. يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع. الصاع أربعة أمداد، مد اثنين ثلاثة أربعة، هو ده الغسل. فواحد قال لا يكفيني، فقالت له السيدة عائشة قد كان يكفي من هو أكبر منك جسما وأتقى لله منك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هي دي السماحة. إن أنا ممكن أتوضأ بإيه؟ بنص لتر مية. مش هي العملية مش بكتر المية. إن شاء الله هيجيكم كلام عن التربية بالوضوء إن شاء الله بإذن الله تعالى. إزاي نتوضى نتربى بالوضوء؟ مش مسألة إن أنت تغرق الدنيا مية، هو ده. إن دين الله يسر، الحنيفية الإيه؟ السمحة. الحنيفية قلنا من معنى الحنف، الأحنف يعني الميل، انك انت تبقى مايل لربنا. عشان كده ربنا خلق لك قلبك مايل، قلبك في الجهة اليسرى من الصدر مائل الى جهة اليمين. والمايل ما يتعدلش،
إن جئت تقيمه كسرته. فهو قلبك من أصله كده مايل لربنا، حنيفية سمحة، هذا معنى حنيفية، مائل إلى الله ما توسطنهاش. قلت إن الذي يرضي جميع الأطراف ينافق، اللي بيرضي العلمانيين ويرضي الليبراليين ويرضي الإخوان ويرضي السلفيين ويرضي ويرضي ويرضي، يا راجل خليك موحد. ارضي ربك ولا تبالي بالناس. الشاهد الحنيفية السمحة، السماحة. السماحة يا جماعة اللي هي ببساطة وسهولة سلامة الصدر حال الفعل وحال الترك، بمعنى ان لما ربنا يقول لي قم صلي الفجر الساعة 4 دلوقتي، قم صلي الساعة 4، ما قمش وانا مزمزق وزهقان، مالك عايز انام، بص حدش يكلمني، يروح يصلي وهو نص نايم، دي ما فيهاش سماحة. تقول لي طب اعمل ايه؟ طب ما انا قايم تعبان، ما قايم تعبان عشان نايم متأخر. طب انا اعمل ايه؟ ما هو الشغل بيخلص متأخر، وربنا ما جعلش الليل للشغل، ربنا قال وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، اشتغل بالنهار. طب ما احنا شغلتنا بالليل، سيب الشغل، يعني هموت من الجوع، موت من الجوع، موت من الجوع وما تروحش جهنم. لسه كنت بقول له دلوقتي الواد وليد، من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فقد كفر. مش انا اللي بقول كده، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال بين العبد وبين الكفر الصلاة. الحديث في صحيح مسلم، عشان ما حدش يقول بقى ضعيف وما ضعيفش، في صحيح مسلم. عشان كده بقول اللي سهر للساعة 12 واحدة اثنين وعارف انه لو نام مش هيقوم الفجر، يبقى كده ترك الصلاة متعمدا، هو متعمد لانه عارف انه لو نام مش هيصحى، هو عارفها، يبقى كده متعمد انه يضيع الفجر. طلعت الشمس، اتشاهد بقى يا جميل، اتشاهد على نفسك، الشاهد ايه؟ الحنيفية السمحة، لما ربنا جل جلاله يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يبقى عندك سماحة في ترك النهي بمنتهى الأريحية والسعادة في الأمر والنهي. السماحة سلامة الصدر عند ورود الأمر والنهي. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث إلى المطاهر فيؤتى بالماء فيشربه يرجو بركة أيدي المسلمين. والحديث ده صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 48-94، 4894. الشاهد هنا من الحديث ده طبعا من المتقدمين المنذري والهيثمي في مجمع الزوائد وناس كتير. الشاهد هنا من الحديث ده ايه؟ كلمة البركة. اللهم ارزقنا البركة في الإيمان، اللهم ارزقنا البركة في الأعمال، اللهم ارزقنا البركة في الحياة، اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا.
البركة. تسمعوا عن حاجة اسمها البركة إن شاء الله؟ إيه موضوع البركة ده؟ بس موضوع البركة ده عايز قاعدة كبيرة قوي صراحة، يعني هنخليها للدرس الجاي. بس أشير إشارة، قال الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قال الله وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما. سبحانه تبارك في ذاته، وسبحانه يبارك ما شاء من خلقه. لذا لم يرد في القرآن قط البركة إلا منسوبة إلى الله، البركة كلها منه، وكل شيء لا يكون لله فبركته منزوعة. فاسمه سبحانه وتعالى الله اسم مبارك تنال معه البركة. اسمه جل جلاله الله اسم فيه بركة، مش فيه بركة، كله بركة. قال تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. البركة من الله جل جلاله هي النماء والزيادة. ولما كان فضل الله لا يحصى ولا يحصر ويأتي للإنسان من حيث لا يحس ولا يحتسب، قيل، شوف التعريف العجيب للبركة ده، قيل لكل ما يشاهد منه زيادة غير محسوسة هو مبارك وفيه بركة. لما كان فضل الله لا يحصر ولا يحصى، ويرزق الإنسان من حيث لا يحس ولا يحتسب. كنت زمان في درس بتاع قولة في عابدين مسجد أنصار السنة، الكلام ده كان سنة 95، كنت أقول حاجة اسمها ملحة الوداع. قبل ما نمشي أقول كلمة كده، إيه ملحة الوداع؟ فممكن أقول لكم ملحة الوداع دي دلوقتي، حاجة حلوة عجبتني قوي. قيل لرجل من الفقهاء ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، قال الفقيه إنه ليجعل لنا مخرجا من غير أن نتقي، ويرزقنا من حيث لا نحتسب من غير أن نتقيه، ونرجو منه الثالثة أن ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. صحيح كده؟ ما بنتقيهش كما ينبغي وبرضو بيجعل لنا مخرج. تشهد؟ والله أنا أشهد. من غير ما نتقي كما ينبغي وبيجعل لنا مخرج، ومن غير ما نتقي كما ينبغي وبيرزقنا. تشهد؟ أنا أشهد. ونرجو الثالثة، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. البركة أيها الإخوة كلها من الله وبيده، ولا يتعاظمه شيء ولا تنقص خزائنه على كثرة عطائه وجزيل نواله. أكف جميع العالم إليه مرفوعة، تطلب
وتسأل، يسأله من في السماوات والأرض، ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأ لا تغيضها نفقه سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإن ذلك لم يغض مما في يمينه. شوف، اطلب ولا يهمك، اللهم ارزقنا بغير حساب. اوعى تفكر كلمة يرزقنا يعني الفلوس، لا، الفلوس وغيرها. لما اقول ارزقنا، ارزقنا قيام الليل، وارزقنا تلاوة القرآن، وارزقنا طول السجود، وارزقنا كثرة الذكر، وارزقنا الفلوس، وارزقنا الهداية، وارزقنا صلاح الأولاد، وارزقنا إصلاح الزوجات، وارزقنا سعة البيت، وارزقنا سعة الرزق، وارزقنا الرزق. دي كلمة ايه؟ وسع يا ابني أفقك. فجل جلال الله، وضع الله جل جلاله البركة في كثير من مخلوقاته. هناك أناس، أشخاص مباركين، في ناس كده فيهم بركة. قال الله جل جلاله سيدنا عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت. قال ربنا سبحانه وتعالى عن سيدنا نوح: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. ناس مخصوصين، في أناس مخصوصين دول فيهم بركة، وفي أماكن فيها بركة، وفي أزمنة فيها بركة، وفي أشياء فيها بركة. خلينا نتكلم عن البركة الأسبوع الجاي إن شاء الله بإذن الله تعالى. هنا مدرسة الربانية، مدرسة الربانية، من مدرسة الربانية نتحدث. فاسمع إذن عذب الحديث وحسنه، لغة القلوب دواء نفس تألم. فاسمع إذن عذب الحديث وحسنه، لغة القلوب دواء نفس تألم، ورواء روحك في التماس هداية تأتي إليك من السماء فترحم. قلبي يحن إلى جنان تزهر وردا وعطرا سابحا يتنسم. اسمع لخير نصيحة من عالم يرجو سرورا ترتضيه وتنعم. فاسمع إذن